بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل الكلام على ما يستفاد من الآيتين، من قوله تعالى إن الله يأمركم إلى قوله سبحانه ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أخذنا منها في الحلقة السابقة بعض الفوائد ونواصل. يؤخذ من قوله تعالى إلى أهلها أن الأمانة لا تؤدى إلا إلى صاحبها، ولا تؤدى إلى غيره إلا إذا كان وكيلا مفوضا بوكالة شرعية، فإنه يقوم مقام صاحبها. ويؤخذ منها أن من ائتمن على شيء فإنه لا يجوز له أن يجعله في عهدة غيره، لأن هذا فيه تضييع للأمانة، بل تكون في عهدته حتى يؤديها إلى صاحبها، إلا إذا أراد سفرا مثلا، إذا أراد سفرا أو غزوا أو غيابا، فإنه يجعل الأمانات التي عنده في عهدة من يثق به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج من مكة في الهجرة. ويؤخذ من الآية الأولى أن الأمر موجه إلى عموم الأمة، لأن الله جل وعلا قال إن الله يأمركم، وأن مع أن سبب نزول الآية كما هو مذكور في مفتاح الكعبة، وهو موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل، ولكن في هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقوله أهل الأصول. ويؤخذ من الآية الأولى أيضا وجوب الحكم بالعدل، وهو القسط والإنصاف وعدم الميل مع أحد الخصمين في أي حكم من الأحكام، فإن العدل قامت به السماوات والأرض، وذلك بأن لا يكون للحاكم هوى أو رغبة، والله جل وعلا قال أو رغبة مع بعض الناس دون بعض الخصوم دون بعض، إن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك لا يحكم الإنسان لنفسه، ولا يحكم الإنسان لولده أو من له به صلة قرابة أو صلة منفعة، إنه لا يحكم له، لا يحكم في قضيته، لأن هذا لا يبعد عنه التهمة، بل تحال القضية إلى غيره، خوفا من الحيف وخوفا من الاتهام. أيضا يؤخذ منها أن شريعة الله سبحانه وتعالى أحسن للناس من كل نظام ومن كل قانون، لأنها صادرة عن حكيم خبير، هو أعلم بمصالح عباده وأعلم بمآلات الأمور وعواقب الأحوال، وأن النظم البشرية والقوانين الوضعية مهما تراءى للناس أو لواضعيها أنها حسنة وأن فهي عمل بشر يدخلها النقص ويدخلها الهوى
والأغراض، وأيضا لا تحيط بمشاكل الناس، ولا تصلح لكل زمان ومكان، وإنما هذا من خصائص شرع الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الصالح لكل زمان ومكان، وهو عدل ورحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجوب الطاعة لهؤلاء. أولا طاعة الله جل وعلا، وهذه هي الأصل، وثانيا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله ولا ينطق عن الهوى، والله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بالقسط. فالله جل وعلا ائتمن هذا الرسول، فتجب طاعته بكل حال مع كمال الإيمان وطيب النفس في حكم الله ورسوله، وكذلك طاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا قال: وأولي الأمر منكم، الخطاب للمسلمين، فيطاع ولي الأمر المسلم، أما الكافر فلا طاعة له على المسلم، وإنما هذا طاعة لولي الأمر المسلم، لأن الله قال: وأولي الأمر منكم، وهذا يشمل ولي الأمر سواء كان عدلا مستقيما أو كان فاسقا أو جائرا أو ظالما، كما جاءت بذلك الأدلة، ما لم يخرج إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه لا يزال منا ومن المسلمين مهما يحصل منه أو يصدر عنه من خطأ أو من تجاوزات، لا، وهو ليس معصوما، ولي الأمر ليس معصوما، وإنما هو عرضة للأخطاء وعرضة لبعض الأهواء أو العرضة لبعض التجاوزات، ولكن يصبر على ذلك مع مناصحته ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وإيصال النصيحة له سرا، إن هذا من مقتضيات السمع والطاعة. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا: تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، باب التأكيد. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمع الصبر على جوره وظلمه ومخالفته، فإنه لا يترك بل يناصح بالطريقة اللائقة التي تكون أحرى بالقبول. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل الكلام على فوائد الآيتين الكريمتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.